وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أن الإشادة الملكية في الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد تؤكد على النجاح والتميز الذي حققته مملكة البحرين في مواجهة الجائحة بقيادة سمو ولي العهد لفريق البحرين. في البداية، تقدير جلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه لجهود صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في التصدي لجائحة كورونا كوفيد-19 وقيادته المتميزة للفريق الوطني الطبي، يؤكد أن مملكة البحرين أصبحت محط تقدير دولي بسبب إدارتها للجائحة ومبادرتها التي يعني أطلقتها لتخطي التحديات الناتجة عن هذه الجائحة. الخطاب السامي كان جاء يعني شاملا ووفيا وعبر عن تطلعات جميع القطاعات المختلفة في البحرين، وحمل مضامين يعني مهمة جدا خصوصا فيما يتعلق بدور القطاع الصحي والكوادر الوطنية المؤهلة في تحقيق الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة. ونوه أن الخطاب السامي جاء بإشادة بالأدوار الوطنية لمختلف الجهات الرسمية والأهلية خلال الفترة الماضية، خاصة جهود فريق البحرين الذي يستحق كل الشكر والعرفان. ما حققت البحرين الآن من مراكز متقدمة عالميا من خلال تجربتها المتميزة في التصدي للجائحة ووصفها المنظمات الدولية بالنموذج المثالي الذي يحتذى به، لم يكن له أن يتأتى لولا دعم جلالة الملك المفدى ورعايته.